شوف انا ديما كنت ثق في راسي، راك تعرفني من المنتخب، ما كانش عجبني بزاف التصريح ديال الناس ديالنا ديال المغرب، خصكم تشجعوا لونترينور ماروكان، اون اريان انفي الاجنبي ولا شي حاجه. واخيرا تمت الاقاله ديال الناخب الوطني وحيد خليل وزيتش بالتراضي بينه وبين الجامعه. اش كان هادشي؟ كيعني على انه وصل لواحد الاتفاق مادي بينه وبينهم اللي غيخلصوا ولا غيعطيوه ليه، وبالتالي تفك على المنتخب. وهذا الامر غتكون المره الثالثه فين وحيد خليل وزيتش كيوصل شي منتخب لكاس العالم كيمشي منه. 2010 مع الكوت ديفوار، 2018 مع الجابون، و2022 حاليا مع المنتخب الوطني. كاين فيكم اللي غيقول لي و2014 المونديال ديال البرازيل كان داروا مع المنتخب الجزائر وكنا شفنا الاداء المذهل اللي داروا معاهم، مي هادشي ما كتبش في هاد النسخ اللي جاو موراهم مع الجابون والمغرب. كاين اللي كيسمع بلعنه خليل وزيتش، وبالتالي كيولي السؤال المطروح، شكون اللي غيتولى تدريب المنتخب الوطني وحنا على ابواب كاس العالم؟ اكثر من هادشي غنشوفوا حتى اخر اخبار فريق مانشستر يونايتد اللي ما كيزقاوش، حيت انه كريستيانو رونالدو خرج على الصمت ديالو بنظرا للاخبار اللي كيخرجوا عليه، غينتقل لهنا غينتقل لهنا كيف ما درنا في اخر فيديو. زيد عليها انه اغنى رجل في العالم ايلون ماسك قال لك انه كيفكر انه يشري النادي، امر اللي خلى بزاف مشجعين يفرحوا، واسهم النادي طلعات في القيمه ديالها بواحد 17%. في وسط هاد الروينه كامله وفي الانجليز نيت جا ترينت الكسندر ارنولد لاعب ديال ليفربول، ومشى صيفط ميساج لواحد البنت اللي شوهات ونتعرفوا عليها في هذا الفيديو. المهم سبورت نيوز نادية وغتعجبكم، مع هو نطلب منكم بالرجوله ما بقاش هنا بزاف على 300 كا، صابوني فابور، وفي ثانيه تورك عليها هكا وصافي ونقربوا ل 300 كا. الا كنتي باقي ما درتيهاش ديرها. نخليكم مع السبونسر ديال الفيديو نبداو. السبونسر ديال الفيديو هو ونيكسبيت. ونيكسبيت هي واحد البلاتفورم اللي كتمكنك من انك تلعب على الفرق المفضله ديالك على التليفون، يعني الا كنتي ديجا كتكوطي راه هاد البلاتفورم فيها احسن لي بونيس. ها هو قبل ما تلعب كنغناكد على ثلاثه الحوايج. اول حاجه هي ان اللينك كيخدم معايا في المغرب، ثاني حاجه ضروري وكناكد عليها ضروري تكون فوق من 18 عام، وثالث حاجه ما تنساش تخدم برومو كود ديالي اللي هو فرح 11 اللي كيمكنك بدورك من انك تربح 130 دولار. اوكي تلقاو هذا الشيء في الديسكريبشن واول كومونتير. سو خليتي اللايك ديالك، ديك سابوني، رجعتي اكري، ما زيدش نطول عليكم، نخليكم على الانترو ونبداو. كاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالى. نبداو باننا نتبعوا اخر فيديو درنا اللي هو ديال كريستيانو رونالدو وفين غيمشي. كنا عارفين شنو وقع ليه، الا ما كنتيش عارف سير تفرج في الفيديو اللي فات، ولا انا غنخليكم هنايا واحد المرصه صغيور كيوضح الوضعيه ديالو. انه العام اللي فات جا في المركز السادس مانشستر يونايتد في البريمير ليغ، الامر اللي كاهلوا البطوله الثانيه في القاره الاوروبيه اللي هي اليوروبا ليغ بدلا من تشامبيونز ليغ اللي كيتاهلوا لها ربع الاولين من الدوري. اي ان رونالدو مرغم على انه يلعب في اليوروبا ليغ الا بقى في يونايتد، وصعيب عليه يتقبل انه من 2003 هو كيشارك بانتظام في البطوله وكيدوز من المجموعات ودابا ما يشاركش. وسط هاد الروينة كاملة ومانشستر يونايتد خاسر جوج ماتشات متابعين، هي الأخرى في ترتيب البريمير ليغ رقم 20، مشى كريستيانو كالعادة ديالو عاوتاني كومونتا في واحد البوست، قال لهم أنه بقى كيقيد نيوز ولا الأخبار اللي كيخرجوا عليه لهاد المدة الأخيرة كاملة، وجمع 100 خبر، رونالدو ما عنده 100 دربة ليا، جمع 100 خبر كيدوي عليه، وقال لك ما بين دوك 100 خبر لقاها خمسة اللي كيقولوا الصراحة، أي أنه 95% من الأخبار اللي كيخرجوا كذوب، بقى كيقيد في الدفتر ولقاهم كيكذبوا، وزاد قال أنه غيخرج من هنا لجوج سيمانات في واحد الانترفيو يوضح كل شيء. يعني من جوج سيمانات تيسالي الميركاتو ولا قرب يسالي الميركاتو الصيفي. بزاف خرجوا انتقدوه حتى النجوم حيت انه كيتعتبر واحد من رموز مانشستر يونايتد، والنادي في هذه الوضعيه الكارثيه وتزيد انت عاوتاني زعما ترونوا بهذه الاخبار ديالك، خاصك انت تاخذ الرول ديال القياده وتستابيليزي الفريق ماشي العكس كيف ما كيدير دابا حاليا. من نوعا ما الكومونتير ديالو كيبين على انه يقدر يبقى في اليونايتد، باسكو كيقول لك انه غيخرج في انترفيو ولا شي خرج في انترفيو لكن غينتقل ولا لا. ونفس الطرفيه نيت خرج واحد خرجت واحد المجله وقال لك قالت لك انه غينتقل اما لسبورتينغ لشبونه ولا لدورتموند. انا بيرسونيلمون ما نظنش كيف ما شفنا في اخر فيديو، وكل الاسهم كتقول على انه غيبقى في اليونايتد. نيت كثر من هادشي راه اليونايتد دابا باغا تشري كاسيميرو ب 80 مليون اورو جوبونس ولا باوند، شوفوا شنو غيوقع وعلى الله يخرج من داك الترتيب اللي فيه دابا يا صحاب الفانتازي كنشوفكم. نبقاو مع مانشستر يونايتد والسوشيال ميديا، فين جا اغنى رجل في العالم ايلون ماسك صاحب تيسلا ودار تويت كيقول فيه على انه غيشري مانشستر يونايتد بلا ما تشكروني، حيت شاف الوضعيه ديالها متازمه. اللي ما عارفش ان ايلون ماسك كان كيعيش في جنوب افريقيا ملي كان صغير وكان كيشجع هو اليونايتد، اوكي قال لهم غيرجع يشري النادي دابا. عاهد تويت راسو خلى الاسهم ولا القيمه ديال الازاد ديال الفريق طلع ب 18%، عاد تويت، ولكن الجمهور تحمس وهو خرج موراه بتويت اخر كيقول على انه عا كان كيضحك راه ما غيشري النادي لا والو، ما عمره ما كيفكر يشري شي نادي ديال الكره اصلا، ولكن لا شي نهار بغى يشري شي نادي غيشري اليونايتد. علاش؟ كيف ما شرحت لكم من صغره هو كيشجع هذا الفريق هذا. الامر اللي حبط بزاف المشجعين حيت انه كيقولوا او غيشرينا اغنى رجل في العالم، هذه الانتقالات غيعتق النادي، ولكن لا ما غيشري والو ويونايتد غيبقى كيف ما هو.
هو كانوا كيقولوا على ان القيمه ديال النادي كتقدر ب 5 ديال البليون ديال اورو. دابا نشوف نبقاو في نفس الدوري ولكن دابا نمشيو ليفربول والنجم ديالهم واللاعب ديالهم ترينت الكسندر ارنولد. كنصيفط واحد الميساج في ايموجي ديال السلام لواحد البنت وراه كيطلع لك زعما ملي كتكون عندك لي زابوني بزاف طلع انت الاول في الريكويست زعما فتوك سرقين ويتسكرينيه وتصورات معاه ولاحت اخاكم تصوره هنا. امر اللي دار ضجه كبيره بزاف تصويره مشات فايرال. وفي نفس الوقت كان عند ترينت الكسندر ارنولد ماتش مع كريستال بالاس اللي كيبان لك فحالها ما مركزش حيت انه الفريق ديالو بقى غادي كيسلم على ليزاربيتر وهو بقى واحل. خليكم الفيديو هنا. يعني هذا الخبر اثر عليه شويه ديال انه صيفط ميساج وشوهات. بعد التحريات ديالنا لقيت ان ديك البنت مصاحبه وكتستريمي في تويتش على ما اظن سي فريمون طلعوا لها لي زابوني ديالها راه لي كومونتير تفرقعوا لها في اخر بوست ديالها واخا ما دوتش عليه. خليكم الكونت ديال هنا ديال تويتر وديال انستغرام راه لقيناها. من بعد خرجت هي في تويتر وقالت على انه مور هاد الضجه كامله هو رجع للكونفرساسيون ومسح الميساج ديالو. انا بغيت نعرف الراي ديالكم الصادق في هادشي حيت انا بزاف الاراء خرج. واش من حق واحد مشهور يصيفط ميساج عادي ويتعرف ولا انت مشهور ما خصكش دير هاد الخطوه هادو حيت تقدر تعرض للشوهه وان انت مشهور كتجاجا بطريقه اخرى. شنو بان لكم خليو لي في الكومونتير. اوكي ودابا ندوز لموضوع الحلقه الرئيسي والخبر اللي كنتسناو هذه شهورة اللي هو اقاله وحيد خليلوزيتش. كما قلت لكم في الانترو هذه السيمانه هذه الاخرى هذه 7 ايام تم الفسخ ديال العقد ديال وحيد خليلوزيتش بالتراضي بينه وبين الجامعه. الامر اللي خلى الجامعه تعوضه ماديا حيت بيسكو انت مؤهل منتخب المونديال وعندك عقد ديال انك غتلعب المونديال بيسكو اهلتي وتخليه خصك تعوضه. خرجوا بزاف الارقام مي امر اللي كيتداول بزاف هو ان الجامعه خلصته 3 مليون ديال الاورو في هذا المبلغ هذا باش يتخلى على الخدمات ديالو. المبلغ ماشي رسمي مي يقدر يكون هذاك هو المبلغ بيسكو اهل المنتخب المونديال وغيمشي فحالو. كيف ما قلت لكم هذه القضيه وقعت ليه 3 مرات في 3 المونديالات من غير الجزائر. نشوفوا الوضعيه ديال المنتخب ديالنا حاليا. المنتخب الوطني المغربي المنتخب عنده جوج ماتشات الشهر الجاي في سبتمبر نهار 23 ونهار 27. نهار 23 غيلعب ضد تشيلي في ملعب ديال الاسبانيول في برشلونه. الا بغيتو نتلاقاو تما خليو لي في الكومونتيرات علاش لا ما نديروش فلوق ونكون وصلنا 300 كانيت. والماتش الثاني مع الباراغواي نهار 27 في سيفيا. اوكي هاد الماتشات تمهيدا وتدريبا باش التحقوا بالمونديال وبجوجهم غيداروا في الصبليون. دونك الناخب الوطني الجديد خاصو يتعلن قبل ما يلعبوا هاد الماتشات. المدرب اللي غيجي خاصو يتعلن عليه دغيا وخاصو يرجع شي اسماء بارزه بحال زياش اللي جوبونس غيرجع غالبا راه باينه. وكل اسهم كتادي الراجل واحد اللي هو وليد الركراكي المتوج مؤخرا بالبطوله الوطنيه العصبه وصل نهائي كاس العرش. كان غيدير سيزون ميتاليا كون ما خسرش ضد بركان في بينالتيات. وكيف ما عرفنا كاملين من شحال هادي هو كيشير لانه باغي يدرب المنتخب كيشير ليها وما بقاش شك بيسكو انه خرج من تدريب فريق الوداد ودابا حاليا ما خدامش. دونك كلشي كيشير لي على انه غيتولى المنتخب. نتمنوا يعلنوا عليه في اقرب وقت يدير التغييرات ماشي بزاف من اللازمه يحيد شي لعابه كان كيعيط لهم مع خليلوزيتش ويجيب معاه الطاقم التقني ديالو اللي هذا هو السبب اللي خلى التعطال في انهم يعلنوا على ان وليد الركراكي جاي حتى باقي شك شكون غيجيبو معاه ويبدا الخدمه. وليد الركراكي كيف ما شفنا في مختلف حلقات اللي دونا فيهم على المنتخب الوطني خيار مزيان ديال بصح ولكن كيبقى صعيب راه تبدا ليكسبيريونس ديالك في تدريب المنتخب بمونديال. يعني اكثر من حاجه كتطلع عليها وانت كتدرب شي منتخب هي المونديال. تبدا هكا صعيبه مي كنظن ونتمنى يكون حسب التطلعات ديال كنا المغاربه. الجواب يكون في السيمانات الجايين. من الحاجه الوحيده اللي مأكد منها هو ان الديفو اللي كان في خليلوزيتش هو البوان فوغ ديال وليد الركراكي اللي هو يدير ديك الروح ديال الفريق ديال الوطنيه وديال الانسجام بين كلشي ضد خليلوزيتش. يعني تولي عندنا منظومه منسجمه اللي شحال هذه ما شفناها ويتم لما تعيط على اللعابه بالمردوديه ديالهم ماشي بالاسماء. سو تقال خليلوزيتش كنتسناو الركراكي نشوفوا السيمانه الجايين كيفاش غيتطوروا ونتسناو الماتش اللي عندنا شهر 9 برشلونه علاش لا نتلاقاو كاملين. اوكي هكا كنكون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا. نتمنى يكون عجبكم ونتلاقاو في فيديو جاي. تهلاو. شي مرات كندير موسيقى عليا شي مرات كندير موسيقى نقيه شي مرات كندير مزيكا باسم فرقه فايبي ما كسر دنيا كان رابي بالليل كان رابي بالنهار.